I'm not a doctor and I'm not an expert in any particular field, but before my experts come over and assess, I wanted to call myself. نعم هو مش دكتور مش اخصائي طب ولا اخصائي بشيء معين ولكن هو حاب يدخل شخصيا كرئيس مدرسه علشان يشوف الامور على ارض الواقع فهو ما راح يكثر من الكلام كثير بالعكس هو حاليا فريق من مكتب تعز للجنة الدولية الصليب الأحمر إضافة إلى مدير البعثة في اليمن مستر ألكسندر فيات ونانسي حمد من تعز جينا إلى زيارة المدينة لحتى نقوم في تقييم الاحتياجات اللي هي داخل المدينة بالإضافة إلى الاستماع إلى السلطات المحلية عن التحديات وعن المشاكل اللي موجودة واللي بيعانوا منها المواطنين مع السلطات المحلية رح نقوم في جولة داخل المدينة إلى المراكز الصحية والمستشفيات وكمان لحتى جولة إلى الخطوط الأمامية لنشوف معاناة المجتمع. اشتغلوا من الساعة 12 للساعة 2:00